استقلاليا مكتبا ومجلسا وطنيا. سيدات الأستاذة ممتدو وسائل الإعلام، فعلا كيف كتعرفوا المغرب منذ بداية هذا القرن طالق في واحد يعني دينامية تنموية من جيل جديد، ولكن هذه الدينامية عرفت واحد يعني تغيير نوعي وكمي، خاصة بعد يعني الخروج من أزمة الكوفيد اللي بينات المغرب عنده واحد القدرة على يعني مواجهة صعوبات الكوفيد، أزمة العالمية، الزلزال، والحمد لله بلادنا برهنت على المناعة ديالها العديد الميدان، وبالتالي القدرة ديالها على كذلك يعني التموقع الدولي في العديد من المجالات، وجلة اقتصادية مع تواجد قوي للدولة الاجتماعية، وهادو كاملين مما كنشوفوا هاد المشاريع الكبرى اجتماعية وديال البنية التحتية، وخاصة استعداد لكأس العالم 2030، كنلقاو أن كاين واحد المجهود مالي كبير للدولة غادية في الاستثمار ديالو اللي لحد الساعة وباقي الخير تقريبا يفوق 1300 مليار ديال الدرهم اللي هي مبرمجة بين 2024 و2030، وهي كما قلت المرادف ديال سنة ديال الناتج الداخلي الخام ك يعني مشاريع اللي هي معروفة الآن علما على أن وما دخلش فيها مشاريع كبرى صناعية وتجارية اللي جاية في الطريق. دونك حنا كنقولوا كرابطة اقتصادية خصنا أولا نفتخروا بهذه الدينامية، ثانيا أننا ما نهديوش خيرنا لغيرنا، وأننا نعبئوا النسيج الاقتصادي ديالنا ونعبئوا حتى المستثمرين بيسير الوطنيين أولا والدوليين كذلك، ولكن يجيو عندنا ماشي يجيو يديو خير الخير ويمشيو. أنا ما بغيناش هذا الطلب، لأن كاين هو طلب ملي كنعطيو للناس واحد المساعدة، ملي كنقصوا عليهم مصاريف طبية راه كيتعطي واحد يعني قدرة شرائية، وفي نفس الوقت كاين طلب على الدواء، طلب على كذا زيادة على الطلب الكبير ديال الاستثمار. هذا الأرقام اللي قلت لكم راه أكثر من الثلثين غادي الاستثمار. هذا الطلب إلا ما تهيئنا لهش حنا وما درناش وما استقطبناش وما عطينا وما خلقناش منه فرص للإنتاج وفرص للشغل، ملي كتكون طلب وما كيكونش العرض الطلب كيمشي لبرا، وبالتالي القيمة المضافة غيستافدوا منها الآخرين، وبالتالي هذا الطلب اللي كننتظروا منه واحد الدورة اقتصادية منتجة للقيمة المضافة والشغل غادي يولي كيولد لنا المديونية ويولد لنا يعني العجز التجاري، وهذا الشيء اللي الحمد لله سيدنا ما بغاش وحنا ما بغيناش. واليوم كنظن على ان المسؤوليه الكبرى هي اولا حول على الكتيف ديال المقاوله المغربيه بكل اعجمها، من صغيره جدا صغيره متوسطه الى الكبرى، والدوله انها تصاحب هذه المقاوله وتسهل عليها الامور. هذا هو الدور ديالها، ان سيدنا بغى نمروا من ثلثين ديال الاستثمار العمومي الى ثلثين ديال الاستثمار الخاص والثلث الاخر للاستثمار العمومي، وهذا الشيء خصو مصاحبه. كاين القانون الجديد للاستثمار اللي اعطى واحد يعني فرصه مهمه واعطى تشجيعات، ولكن كيخص كذلك مواكبه المقاوله والتسهيل ديال الاستثمار عمليه الاستثمار. وداك الشيء علاش انطلقنا وكنأكدوا على هذه القضيه ديال التنميه المجاليه وتكون تنميه مشتركه، انطلقنا باعداد واحد العدد ديال المناطق صناعيه لاستقطاب هاد المستثمرين، لان كنعرفوا بان يعني العقار كيكون هو اول عائق، فبغينا نحيدوا هاد العائق. وكاين راك شفتوا واحد الديناميه كاينه على صعيد كل البلاد، وكيف قال السيد الوزير بان تقريبا كاينه منطقه على الاقل منطقه صناعيه في كل اقليم. دونك هذه الا كان هذا الشيء
والناس لقاو العقار والقانون الجديد اللي استثمار كيسهل والتمويل يكون فاش بغى الشعب هادشي اللي بغى حنا دخلنا في واحد يعني دوره ايجابيه يجب الحفاظ عليها وتعزيزها وتقويتها ومواكبتها لكي تنجح. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.